إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فأفلحوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتوسل أسمائك يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا مجيب يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله
يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفار يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا مه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا مه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا مه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم وكاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم وكاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم وكاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعلم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروئه وكافة ساداتنا لبعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لصاحب الراتب الكبير الكتب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه إن الله على درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين. ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا بان المظهر قدس الله سره العزيز. إن الله يعلي درجاته وينفعنا به وبعلومه وأسراره وأنواره وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل مهنة وفتنة وبوس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم هي القلوب دحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم هي القلوب دحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم هي القلوب دحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.